موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وشهد الاجتماع استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد في محافظة الأسكندرية، حيث شدد السيسي على تنفيذ مقررات المؤتمر وفي مقدمتها المشروعات المقترح تنفيذها في محافظات غرب الدلتا. كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجاري اتخاذها لإنشاء منظومة قاعدة البيانات المتكاملة للدولة وإنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد. عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا بحضور وزراء العدل والمالية والسياحة وقطاع الأعمال لبحث سبل تطوير منطقة المنتزة بمحافظة الأسكندرية والطرق المثلى لتعظيم الاستفادة منها كمنطقة سياحية وأثرية وتاريخية، وذلك في ضوء قيام منظمة السياحة العالمية بعمل دراسة ميدانية للمنطقة لبحث أفضل الطرق التي تضمن تطويرها في إطار التراث الحضري الذي تتميز به المنطقة. أصدر وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بيانا ختاميا عقب اجتماعهم اليوم بالمنامة، أكدوا خلاله على الالتزام بمكافحة الإرهاب. وأشار وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين إلى أن اجتماعهم يأتي استكمالا لما اتفقوا عليه في القاهرة، وأبدوا استعدادهم للحوار مع قطر شريطة أن تكون عملها أو تؤكد عملها على وقف ودعم الإرهاب والتطرف. قال وزير الخارجية سامح شكري إن موقف الدول الأربع من الأزمة مع قطر ثابت ولا تراجع عن المطالب التي تم تقديمها. وخلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أكد شكري أنه لا تفاوض على الدعم القطري للإرهاب، وألمح شكري خلال المؤتمر إلى أهمية وضع آليات لتنفيذ قطر مطالب الدول الأربع. واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها بالعريش ورفح والشيخ زويد للقضاء على البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء. وتمكنت القوات من اكتشاف وتدمير عدة أوكار تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء، وعثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. نهاية موجز الأنباء، إلى اللقاء.